السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ركية ديليس مطبخ رقية. اقتراح ديال اليوم عبارة على موس ديال التفاح. موس كتجي هائلة ورائعة وما كتاخدش وقت كتير في التوجد. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، ما تنسونيش من لايك ديالكم الى اعجبكم الفيديو بطبيعة الحال، كذلك من تعليق جميل لاستمرارية القناة، وما تنسونيش من البارتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائدة. وكذلك الى صادفتوا قناتي وعجبتكم ما تنسونيش من الاشتراك، كذلك من الضغط على الجرس ليصلكم جديد وصفاتي. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نبداو بالنسبة للمقادير. غادي نحتاجو تفاحة واحدة سواء تكون خضراء او لا حمراء، داكشي كيبقى على حساب الاختيارات ديالكم واللي متوفر في المنزل. غادي نحتاج كذلك 25 سنتيليتر ديال لاكخام فخاش للخفق، معلقة كبيرة من العسل، العصير نص حامضة، وكذلك 3 معالق كبار ديال السكر الثقيل او لا سكر غلاس. اول حاجة غدا نبدأ بها، غدا نقشر هاد التفاحة من بعد ما غسلتها، وغدا نقطعها مباشرة في المقلة على هذا الشكل. غدا نقشر فقط 3 أنصاف، والنصف الرابع غدا نخليه بالقشرة ديالته فقط للون. ممكن كذلك تخليو التفاحة بقشورها، ماشي مشكل. وغادي نزيدو معلقة كبيرة من العسل اللي ممكن تعوضوه بمعلقة كبيرة ديال لاكاسونات أو سكر البني. وغادي نزيدو عصير نص حامضة، وننزلو المقلة فوق من البوطة ونغطيو عليها، ونخليو هاد التفاحة طيب على عافية مهيلة بزاف بزاف، ونعاودو نطلقاو. التفاحة ديالتنا ها هي طابت في هداك العصير ديال الحامض. صافي غادي نحيدوها، غادي نزولوها من فوق من البوطة، وغادي نزلوها في أمبول ونخليوها حتى تبرد تماما. إن فوا كنحسو بهاد التفاحة بردات، كناخدو أن غيسيبيون وكنديرو فيه 25 سنتيليتر ديال لاكخام فخاش تكون باردة بزاف بزاف باش تساعدنا في الخدمة. غادي نضيف ليها 3 معالق كبار ديال سكر غلاس، وغدا نخدم مزيان مزيان هاد العنصرين حتى كنحصلو على واحد كريم واقفة فيرم، واللي كتكون على هاد الشكل. دابا غادي نزيدو الكمية اللي عندنا ديال التفاح، وغادي نخلطو الكل غير بشوية وبالخاطر من تحت للفوق. ودابا ما بقى لنا الا ننزلهم في كؤوس تقديم او لا ديفيغين، داكشي على حساب اللي متوفر في المنزل. وغادي ندخلهم للثلاجة يبردو واحد شوية، ونتلاقاو في مرحلة التزيين. بالنسبة للتزيين انا نكتفي فقط بقطع من التفاح، وتزيين دائما كيبقى اختياري. لموس بالتفاح ها هي واجدة، كتكون على هذا الشكل، هذا قابطة فراسها كيف ما كتلاحظوا، وكتجي لذيذة 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا فعلا تستحق التجربة. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، وقبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسونيش من لي لايك، من التعليق الزوينه اللي كتشجعني وكتحفزني على الاستمراريه، وكذلك ما تنسونيش من البارطاج مع الاهل والاحباب الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. وكذلك الى اول مره كتشوفوا قناه ركية ديليس مطبخ رقية، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي. والى اللقاء. ركية ديليس.